سننتقل إلى الأردن مع ضيفي لهذه الساعة معالي الوزير وزير تطوير القطاع العام الأردني خليف الخوالدة للحديث عن آخر ما توصلت إليه الأردن في هذا المجال. أهلا وسهلا بك معالي الوزير. يا مرحبا. تشاركون اليوم في القمة الحكومية. نعم. الشهر الماضي الأردن كانت استضافت أيضا منتدى القيادات الحكومية. في أي مرحلة الأردن الآن من تبني سياسات أكثر تقدما في القطاع الحكومي؟ شكرا ستي. القمة الحكومية هي حدث سنوي يجمع أفضل الممارسات سواء كان في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، وأيضا مختلف الأفكار والإبداعات اللي ممكن الاستفادة منها في تطوير الأداء الجهاز الحكومي. في الأردن هناك منتدى للقيادات الحكومية مخصص لقيادات الجهاز الحكومي، الأمناء العامين، المدراء العامين، المدراء التنفيذيين، نلتقي كل شهرين مرة، وهذا اللقاء هو بهدف تكوين فهم مشترك لدى قيادات الجهاز الحكومي عن الأداء الحكومي وكيفية تطوير الأداء الحكومي، تبادل الأفكار، وفي كل لقاء نستضيف تجارب محلية وتجارب إلى خارجية. إلى أين توصلتم؟ أين أنتم الآن؟ هذا المنتدى هو كل شهرين، وكل ما يعني يعرض في هذا المنتدى يتم الاستفادة منه في عمل الوزارات بشكل عام. عقدنا منتديات لغاية الآن تقريبا 7 منتديات، وهو مستمر، ليس يعني لمرة واحدة، إنما طيب. كل شهرين. معالي الوزير، من تجارب الدول المتقدمة؟ نعم. عند أي تجارب تتوقفون ولماذا يمكن الاستفادة منها بالنسبة للأردن؟ يعني هو كان المعيار نطلع للدول اللي فيه يكون من حيث عدد السكان، من حيث المساحة، من حيث الإمكانيات، في تشابه إلى حد ما. لذلك في منتدى القيادات تم استضافة التجربة السنغافورية، وتم عرض كيفية تطوير الخدمات الحكومية في سنغافورة وكيف أنهم حققوا تنمية في مختلف المجالات. أيضا بعد ذلك تم استضافة تجربة الإيرلندية، واستمعنا إلى وزير الإصلاح ووزير ضبط النفقات في الحكومة الإيرلندية، وعرض تجربة الحكومة الإيرلندية في هذا المجال. وفي اللقاء الأخير لمنتدى القيادات تم الاستضافة أيضا رئيسة الحكومة السابقة لفنلندا. نعم. وكان الحديث عن هذه التجربة، فكان هو الهدف أنه كيف الممارسات اللي نجحت في دول أخرى كيف ممكن احنا في الأردن نطبق هذه الممارسات. طيب. نعم. ما هي أحدث المبادرات والسياسات التي ستطلقها أو أطلقتها الأردن في نعم. هذا الإطار مستفيدين من التجارب نعم. التي ذكرتها؟ يعني واحدة من الأشياء موضوع تمكين المرأة، تمكين المرأة في القطاع الحكومي. طبعا عدد النساء في القطاع الحكومي تقريبا أفضل بكثير من اللي موجود في القطاع الخاص، لكن السؤال ما مدى وجودهم في المراكز القيادية. لذلك تبنت الحكومة وتحديدا في برنامج تطوير القطاع الحكومي برنامج أو مشروع لتمكين القيادات، عفوا تمكين المرأة في الجهاز الحكومي، وهذا يبدأ بدراسة واقع حال المرأة، وجودها في مختلف القطاعات الحكومية، في المواقع القيادية، بعد ذلك عملية إخضاعهم لبرامج بناء قدرات مختلفة بهدف تمكينهم وزيادة فرصتهم في تولي المناصب القيادية، بالإضافة إلى معالجة أي فجوات في التشريعات اللي بتعزز دور مشاركة المرأة في سوق العمل، ليس فقط في القطاع نعم. العام، أيضا في القطاع الخاص. طيب. معالي الوزير، عندما نتحدث عن تبني سياسات حكومية أكثر تقدما على جميع القطاعات في الدولة نعم. ومنها القطاعات الاقتصادية، هناك تحديات بعضها تشترك فيها دول وبعضها خاصة بكل دولة. دولة مثل الأردن مثلا أو لبنان أو دول التي هي في قلب الأزمة السياسية والأمنية الحالية، كيف لها أن تسير قدما بتطوير خدمات لمواطنيها حكومية في الوقت التي تواجه فيه مشكلة صحيح. اللاجئين على صحيح. سبيل المثال؟ يعني هو الحقيقة الأردن يواجه تحديات كبيرة متعددة داخلية وخارجية. هذه التحديات اقتصادية واجتماعية، داخلية موضوع الفقر والبطالة، خارجية الظروف الإقليمية اللي موجودة فيها الأردن، أيضا اللاجئين من مختلف الدول للأردن وازدياد الأعداد، هذا بيزيد ضغط هائل على الخدمات الحكومية اللي بتقدمها الدولة الأردنية. وهذا أيضا رغم وجود كل هذه التحديات وزيادة الطلب والضغط إلا على مصادر تقديم الخدمات، إلا أنه الأردن بيسير بشكل مدروس وبشكل يعني ضمن خطوات جيدة في
في موضوع تطوير الخدمات، في موضوع تبسيط الإجراءات، في موضوع رفع مستوى الأداء الجهاز الحكومي. فلو كان ما في تحديات لربما كان الإنجاز أكبر وأكبر، ولكن ومع كل هذه التحديات إلا أنه إحنا بنحاول دائما أنه نقدم الأفضل للمواطن. ماذا عن التمويل؟ كيف تؤمنون التمويل؟ هل يشكل عائقا أمام مجهود الحكومة؟ هذا هو صراحة هو تحدي كبير، وزاد هذا التحدي بوجود اللاجئين في الأردن، وهذا طبعا بيكلف أرقام كبيرة ربما مضاعفة بالنسبة للأرقام الموجودة في السنوات السابقة. ولكن يعني إذا تطلع على الإنفاق الحكومي جزء كبير من النسبة كبيرة، لا بدي أذكر يعني شيء محدد، بس تفوق 40% هو لخدمة سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة أو في مجال المياه أو في مجال الخدمات بشكل عام للقادمين للأردن واللاجئين في الأردن. وهذا طبعا جعل الأردن يبحث عن مصادر كثيرة ضمن الموارد المحدودة والمحدودة جدا، إلا أنه دول الخليج العربي صراحة ما قصرت في هذا المجال. هناك دعم سنوي لفترة 4 سنوات بيكون أرقام لدعم هذه الأمور، بالإضافة إلى بحث الاستفادة من الجهات الممولة مثل USAID الوكالة الأمريكية وأيضا الاتحاد الأوروبي بيقدموا شيء، لكن احتياجات الأردن لهذا الأمر أكثر من ذلك بكثير. إلا أنه رغم كل هذه التحديات نعمل بشكل أن نحدث فرق في مستوى الخدمة وأن نقدم الأفضل للمواطن الأردني. نعم. شكرا جزيلا لك معالي وزير تطوير القطاع العام الأردني خليف الخوالدة على هذه المشاركة.